يلا لك الحمد والشكر على السلامة. وصلنا الرياض، الأمور طيبة، كل شيء تمام. الحين بدور لي عيش تناكل هالجوع فيه. ما شربت شيء ولا أكلت شيء من يوم أصبحت. طلبت المضيفة في الطيارة الحليب وبتمر هذاك ثم قعدت لين وصلت الرياض دوب عطتني. تدري علامة زعلانة؟ مو هتفهمني. أهرجها وأشرح لها ما تدري شو. أقول حليب بتمر. تهرج إنجليزي. المهم مالكم في طوالها، على بال ما خلصت وخدت لي سيارة وخدت استأجرت كامري. مدري ليش نحب الكامريات الأيام هذه يا أخي، ما أدري وش السبب، ما أدري وش العلاقة اللي صايرة بيني وبين الكامريات. طامري يا كامري، خلونا نروح ونتغدى وتزين العلوم إن شاء الله. بسم الله وتوكلنا على الله. أرحب يا شيوخ، جيت للرياض مخصوص علشان هالبراند بلبن. هذا براند مصري، 55 فرع منتشرة في أنحاء جمهورية مصر، ودلوقتي يقولون لك فتحنا الفرع التاسع في السعودية، وتحديدا هالفرع اللي أنا واقف قدامه في اليرموك. شوفوني حاط لكم الموقع، بندخل ونشوف وش عندهم. طبعا المحل غني عن التعريف، تحب الحلا اختصاره كذا رز بلبن، بس حاجات حلوة. تعالوا خلونا نشوف. هالمحل فيه أكثر من نوع، لكن الأطباق الرئيسية عندهم رز بلبن وأشطوطة اللي هي الترند، وفي طبق ثالث ضيعت اسمه. لسه فرع جديد. إيش اسمه؟ أشطوزة. 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 تشيز كيك. والله حسني. عليه بقولك آيس كريم زبادي دوب. يلبيه. يلبيه يلبيه. شيء على مستوى والله اللي دكتور الحين. ممكن نعمل واحد منها مانجا. لوتس بستاشيو كسرات على حدب. طيب سو خلنا نشوف، خلينا نشوف. ايوه قلت الزبادي عسل. هذا المانجا. هذا المانجا شوفه مانجا. ايوه والله. عليها ايش؟ قلت زبادي دوب ايس كريم. حكايه حكايه انت والله. الطبق اللي بعده يا جماعه قام يعيد اسمه علي اكثر من مره. دي اشطوطه شكلها كليته. ها اشطوطه شكلها كليته. يلا بقلبك يا والله، ورني وش تسوي فيها. طبعا هي الطبق الاساسي الاشطوطه اللي هي الترند عندهم. شوف وش يضيف. عليها بسكوت اوريو. هذا بسكوت اوريو. نوتيلا. اقول لك المحل اللي يحب الحلا. وشوف على مكسرات. الله الله الله. ممكن تعمل كده بالاشطوطه، ممكن تعمل كده بالرز. نفس الخلطه. نفس الخلطه. يا سلام. يعني بغيت نوتيلا وشوكليت نوتيلا ومكسرات. اذا بغيتها برز بلبن تعمل شكل كليته. يا سلام. والثانيه اشطوطه شكل كليته. يا شيخ سعد الدين اهلك. قلت لي انها العويسيه. رز بلبن. ايوه. مانجا. بروتين ايس كريم مانجا. سباجيتي. يلا نشوف. مانجا. طبعا رز بلبن حلو. وبعد ايس كريم مانجا سباجيتي. ايوه. هذه خلطتها خلطه دي. ايوه خلطتها خلطه. هذا ايس كريم صح؟ ايس كريم. ايس كريم مانجا. مانجا. طيب لو بغيت احط عليه مكسرات؟ نحط عليه مكسرات. ايوه اكيد نحط عليه مكسرات. تحفة ذا تحفة. مسحب ايس كريم. هذا مسحب ايس كريم. ايوه. لا 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 لا. ده مسحب ميكس. هذا ميكس. ده ميكس. ده كرانشي ولوتس. طيب. ومعاه صوص اللوتس وصوص البستاشيو. يا سلام. هذا صوص اللوتس. اللوتس. صوص اللوتس وده صوص البستاشيو. هذا ايس كريم. وده ايس كريم. ممكن نجرب؟ بارد والله. هي ودي اجرب. بسم الله. كلام كبير. موضوع ده الموضوع ولا غلطة ولا غلطة. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا نوع واحد
مسحب ايس كريم. ايوه ميكس طبعا هذا نوع واحد مسحب مسحب ايس كريم. ايوه ميكس ايوه هذا هذا مسحب كرانشي. اه الصوص هذا ذا وايت شوكليت بلجيكي. ايوه وصوص النوتيلا. شيخ الله يسعد دين اهلك يا شيخ حبيبي ابو تميم. عطني رايك وكل ذمه وضمير. كل ذمه وضمير. نعم لا تجاملهم اذا كان ما حلو لا تجامل. انه جميل جدا حلا مصري مسميات مختلفه ولذاذه بالطعم مو طبيعي ما شاء الله تبارك الله. شيء على مستوى. تدري شو اللي قاهرني؟ ان الفرع قريب عندك هنا في الرياض. اي والله يا رب لك الحمد اربع فروع في الرياض. شفت هذا لو انهم فاتحين عندي في الطائف كل ليل وانت فيه. كل ليل وانا فيه وبعزمهم كلهم ليله واحده عشان اشبكهم وعشيهم وبعدين تلفون دق عليهم يجيبون. والله على مستوى صراحه يستحق التجربه صراحه. صدق صدق يستحق التجربه. اي شيء على فكره بقول لك شيء ترى فاتح الساعه 6 قبل المغرب قبل شوي قبل ساعه. ما شاء الله ما احنا قادرين عزه ان ما فضى من الناس. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك, الله يبارك لهم. الله يبارك لهم ويجعل ان شاء الله جيتنا وجيتك خير على امين يا رب. ويرزقهم ان شاء الله ويرزق المسلمين اجمعين. بقول لك معلومه تروح العالم كله وتلف وتطلع وتنزل احسن اكل تلقاه في مصر صح ولا ما صح؟ خاصه الحلا لانهم متخصصين بالشغله. الله يزيدهم ان شاء الله من زوايد فضله ويبارك لهم عقبال ان شاء الله ما تاخذ فرانشايز وتفتح عندي في الطائف. ليش لا؟ يصير اسجل عندك دين. لما تاخذ فرانشايز انت؟ انا من وين؟ يلا فلوسك. من وين؟ من وين؟ مشان غير الموضوع غير الموضوع. والله يا جماعة أنا جرب جميع الأنواع اللي عندي ما شاء الله تبارك الله. ها؟ تقول؟ خرش أمه حسن صرف أم الدعوة. جميع الأصناف اللي شفتوها قدامكم جربتها بنفسي كل واحد يقول أنا أحلى من اللي قبله. تبغى حلا تبغى شيء ما يغطي على كبدك على قولتهم حلا لذيذ صراحة. طبعا صاحب البراند الفكرة الأساسية جيت من عند الناس اللي يعرفون يأكلون يعرفون الأكل صراحة يعني أقول لهم 10 من 10 مر إذا الفرع قريب منك شيك وشوف كلامه صدقني إنك بتصير من زباينهم على طول. ما شاء الله تبارك الرحمن لازم ونعم الخوي ابو تميم. ما عليك زود اشهد بالله ان الخوه اللي مهمه اخوتك ما عليك زود انها بيض الله وجهك. ويش كنا وش كمل. لا الخوه اللي ما هي زي اخوتك انت بالضبط يعني ما هي بكويسه كذا بلاش رجال طحطوح دندون كريم ما عليك زود. ذيب اي انا تراني ما جيت من الدمام الا عشانك انت عشان اشيك بيض المراجل كايده يا ابو حشم بيض الله وجهك خبرني انا رجال بيض الله وجهك سيد. المشكله اني جاي الساعه 2 هنا وانتظرك من رحلة الساعة 2 اللي هالحين ما جيتني غير الساعة 7 وهالحين يوم خلصنا وين تبغانا نروح؟ وانت مني قبلك الساعة 2 انا جاي ضيف. طيب حياك الله استريح ارتاح قيل لي لين يبرد الجو ونطلع سم طال عمرك. يلا الحين ودني مطار راح الوقت خلاص من جد ابو تميم. والله بحق هذا حق ما بحق ما علي منك انت حقوق يا ابو تميم. ما هي بيها هلا والله هي توكل روح يعني ابو والله من مدح كلي صح اشهد بالله ان المواقف لها اهلها. نعم المشكله نعم. ما بعشاك ومذلافك للدمام المشكله ما لقيت رحله
ما في رحله غير الصبح. انا داري زنتك هذه وحنتك علي انا ما هو بغلط. تكفى والله ما هو بغلط انا عارف. تكفى حرام اخوي ما اخوي لا والله انا طالب كل تجلس. انا اترك خوي روح امشي اجل رحلتك للفجر والله اللي ما اجلتها ولا جلست دقيقه واحده معك يمكن دابل سبدي صار لك 3 شهور يا رخم 3 شهور وانت دابلين سبدي. تكفى تكفى ما في تكفى روح تقدر تمشي تكفى انت اذا تروح ولا روح اوبر تكفى. لا لا ما ما خلي خوي انا همش انا عتيبي ما خلي خوي وانا وش ايش تقصد يعني اجل رحلتك وش قصدك انت تقول اجل رحلتك وش قصدك اجل رحلتك انت وش قصدك عطني حل لا تخليني لحالي هنا ما اعرف احد ولا عندي احد الناس تعرفني وانا ما اعرف احنا ما احنا اللي بنخلي اخوي انا كفو يا ابو حاشر كفو لكن انا الظروف احكام ما انا عندي شغل اسكت اخم